السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم لورد اكس جيمنج. النهاردة يا جماعة هنلعب لعبة روبلوكس. يا جماعة النهاردة يا جماعة المفروض اللي احنا في ماب الشرطي الشرير. اوكي يو جاست دايد، ودي يو لايك تو سكيب ستيج. لا يا جماعة انا عايز اخد المغامرة كده. اوكي يا جماعة احنا ايه ده، كل ما اعمل كده. اوكي يا جماعة ده باركور. اوكي يا جماعة المفروض اللي فيه الشرطي الشرير حابسنا في السجن، واحنا لازم نعدي الباركور ده عشان يا جماعة نقدر نخرج من السجن. اوكي خلونا بقى نخلص الباركور. اوكي بس كده. اوكي يا جماعة المفروض اللي هطلع عند الترمومتر ده، ايه ده انا دخلت جوه بق الشرطي ولا بق الواد ولا ايه ده؟ ده بقى احنا اتبلعنا يا جماعة اتبلعنا. اوكي خلينا ننزل هنا تاني. اوكي ايه ده؟ يا مقرف. ايه ده يا جماعة ده؟ انتوا فهمتوا صح؟ انتوا فهمتوا مش لازم افهمكم انا، انتوا فهمتوا المية دي؟ وفهمتوا ايه دي اللي فوقي؟ فهمتوا يا جماعة. خلونا بقى نطلع عشان في واضح ريحة وحشة قوي هنا. اوكي ايه ده في ايه؟ احنا المفروض نمشي كده. اوكي اها ما نلمسش المربعات يا جماعة. اوكي يا جماعة خلونا نطلع بقى السلم، هذا السلم العجيب الغريب، ونوصل للنهاية. اوكي وصلنا يا جماعة عند الشطافة تقريبا. ايه ده تقريبا ما نلمسش المية برضو هنا. اوكي فاحنا نحاول ما نلمسهاش برضو احتياطي يا جماعة عشان ما نعيدش الدور. ماشي بعد كده ايه هنطلع السلم ده. حلو هو احنا في السجن ولا في الحمام انا مش فاهم. وهنا نغطس غطس جميل. اوه ماي جاد شوفوا ايه اللي هنا، انا هاخد الباركور باقي الباركور غطس بقى. اوكي انزل. اوكي حلو حلوة قوي يا جماعة نخرج بقى احنا كده. احنا فين؟ احنا هربنا ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجة. ايه ده يا جماعة احنا كنا المفروض نمشي على العمود. يا خسارة يعني هنطلع تاني بس انا هطلع ازاي بقى؟ اوكي ايه ده رجعونا تاني. طب والله الله يكون في عونك. حلو يلا بقى يا جماعة نمشي على العمود من غير ما يحصل لنا اي حاجة. اوكي حلو يلا ندخل. اوكي نطلع فوق، عايزين نطلع يا كابتن عايزين نطلع. اوكي هنطلع اهو كده، احنا كده طالعين يا جماعة. يا يلا اطلع بقى. يا اوكي يا جماعة احنا جوه، احنا فين يا جماعة؟ احنا في السجن ولا في الحمام بجد والله؟ اوكي الدودة دي طلعتنا. حلو هنعمل ايه بقى؟ اوكي يا جماعة خلونا نمشي هنا. اوكي تقريبا الشرطي الشرير اللي لا حرام، الشرطي الشرير اللي هنا اسمه باري يا جماعة. اوكي عايزين ننط بقى المرة دي. اوكي هنا بقى مخفية. اوكي الواد ده فكر في فكرة، نيجي هنا مثلا. اوكي حلو كل حاجة تمام. اوكي الواد على فكرة تفكيره نضيف يا جماعة. اوكي نط بقى عشان ما تروشنيش. يلا بس يلا يا حاجة امشي. ايه ده عبر ما توصلي السعودية في ايه يا بنتي؟ اوكي كنا هنلمس الليزر. اوكي والله العظيم يا جماعة انا خايف المس الليزر. ايه ده السلم ده يا جماعة تحس ان احنا فينا عند سلم كده. اوكي ليتس جو. لا يا عم انا مش عايز الشوب. اوكي احنا عايزين نرجع. اوكي حلو يلا بقى ننزل ونط يا لوردي. و
بقينا في الحتة دي. اوكي الاستيج التاني يا جماعة، المفروض ندخل في واحدة من دي تقريبا، ولا انا يعني مش فاهم. اوكي دي دخلت هنا، بعد كده خلاص يا جماعة خلونا ننط، مفيش حل تاني. اوكي احنا فين يا جماعة؟ هنا ارجوك يا عم الشرطي خرجنا، سامحنا المرة دي والنبي، مش هنقعد نتعذب هنا. اوكي يا جماعة اوكي عديناها عديناها. يلا واحدة ثانية، لو احنا خسرنا في دي تقريبا يا جماعة، لا دي تشيك بوينت، خلاص خلاص اتأكدنا. احنا حتى لو خسرنا هنرجع من اول هنا مش من اول خالص. اوكي ما خسرناش يا جماعة. تعالوا بقى نمشي في النفق ده ونخش نتبع الخطوات وننزل. ويوبي نزلنا هنا يا جماعة. وايه ايه ده بقى، ايه ده بقى؟ اوكي يا جماعة ايه اللي هنا ده؟ مش عارف. متاهة، بس برضه ما نلمسش دي عشان لو لمستها هنخسر. اوكي يا جماعة يلا يلا بينا. تقريبا يا جماعة ده خط ليزر بس تخين. اوكي هو طبعا معدي بين المربعات دي، مربعات. اوكي حلو اوي. اوكي هنعدي من هنا اكيد، كله متقفل. اوكي دخلنا، اتس جو يا جماعة، احنا محبوسين في قفص عصافير. ايه ده؟ يلا 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 يلا، بس الحمد لله يا جماعة. ندخل في النفق تاني ونتجه يمين يسارا. اوكي وننزل وننزل تاني يا جماعة. احنا هنقضيها نزول ولا ايه؟ يلا بقى نشوف الايه المرحلة الجاية. ايه ده يا جماعة؟ دي سيجارة دي ولا ايه؟ والله شبهها، شبه السجارة بالظبط دي شكلها يا جماعة. ايوه سجارة. بصوا يا جماعة حاطين السجارة المتحروقة هنا. اوكي احنا مش عايزين ندخل ليه؟ ما نلمش السجارة. اوكي هنمشي السجارة الكبيرة دي، ما نلمش بقى السجارات يا جماعة. اوكي اوكي والله كنت انا حاسس اني هخسر. ايه ده يا جماعه ده؟ انا مش عايز العب حاجه، انا عايز العب. لا يا جماعه لا والله حرام بقى، حرام. البتاعه اللي جات لي دي خيالتني يا جماعه، ما عرفتش يا جماعه في ايه. انا دوست على زرار الجنب والله. اوكي نركز بقى المره دي، نركز المره دي ويلا. اوكي يلا 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 يلا, يلا. يلا اوكي يلا تاني يلا يلا يلا، بس كده يا جماعة دخلنا اخيرا وعدينا السجارة دي. اوكي هننزل وهننزل تاني، بس النزول هنا طويلة اوي يا جماعة. اوكي عندنا الاستيج اللي بعديها، هتكون هننط على حبة صابون وتحتينا يا جماعة مية. اوكي نحاول ما نغرقش. اوكي ليتس جو. والله لمستها بس كان هيحسبها لي والله انها صح. اوكي ما كانش هيحسبها لي يا جماعة. انا لمست المية، انا ما لمستش حاجة دلوقتي. اوكي نحاول نركز يا جماعة. اوكي مش ممكن نهرب من الحتة دي ولا لأ؟ بصوا يا جماعة ده اللي احنا دخلنا جواه. بصوا كان قاعد على ايه يا قليل الادب. وبيخرجنا بقى، انتوا عارفين خرجنا منين بقى يا جماعة؟ مش لازم اتكلم بقى. اوكي يلا يلا الحمد لله، والله كنت حاسس اني هلمسها. يلا اوكي يلا بقى بس كده الحمد لله. اوكي يا جماعة احنا اتنقلنا شبه الاندرمان بالظبط. اوكي هنمشي على سكينة. انت خايف؟ عايز ان انا امشي الاول يا جماعة، بس بعد كده اتشجع وهو اللي مشي لوحده. ودي تاني سكينة اهي بنمشي عليها. اوكي في سكينة تالتة، في سكينة تالتة يا جماعة هنمشي عليها. ايه يا جماعة نقضي كل الباركور سكاكين؟ لا الحمد لله في ليزر اهو.
في تحدي الليزر يا جماعة. اوكي يلا بقى نتنقل. اوكي او ماي جاد، ليزر في كل انحاء السجن. ايه ده ايه ده يا جماعة، كله ليزر في ليزر في ليزر. في ايه في ايه يا عم الشرطي، انت ناوي تعمل فينا ايه النهاردة الشرطي يا جماعة؟ احنا والله انا والله ما اعرف انا عملت ايه، انا بريء انا بريء، ما عملتش حاجة. انت حبستني ليه في السجن؟ اوكي يا جماعة الواضح ان الواد ده خسر. اوكي يلا يلا تاني. والله يا جماعة عيني وجعتني من الليزر ده بجد، مش بهزر، عيني وجعتني. يلا يلا حم يا عم الشرطي، احنا هنعمل ايه بعديها؟ طب ما احنا خلاص اهو احنا اها. في ايه اللي هنا بقى؟ في ايه اللي هنا يا جماعة؟ اوكي احنا هنتسلق ولا هناخدها تسلق؟ اوكي انا مش عارف اطلع. لا لمستر ليزر، ايه ده ثواني بس كده. اوكي طب يا جماعة احنا مش عارفين نعمل ايه دلوقتي، ثواني هحاول اتسلق تاني. وحلو قوي كده. اوكي بقى يا جماعة احنا مهمتنا دلوقتي نعمل ايه؟ نمشي كده على العمود ده. اوكي احنا مش عايزين نقع، مش عايزين نقع، ايوه مش عايزين نقع، مش عايزين نقع، مش عايزين نقع. اوكي احنا وصلنا لهنا. اوكي يا جماعة احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هننط؟ لا لا ما نطتش اصلا. طب احنا هنعمل ايه يا جماعة؟ احنا عايزين حل، عايزين حل. طب ثواني خلونا نكتب تاني ونقعد ننط ونشوف قفلتها. اوكي يا جماعة اتوقع ان احنا هنمشي كده، اتوقع ايوه اتوقع ان احنا هنمشي كده يا جماعة. تقريبا في طريق مفتوح، ايوه في طريق مفتوح. انا قاعدة الف حوالين نفسي بالصبح واتاري في طريق مفتوح يا جماعة. اوكي ايه ده يا جماعة الغباء ده، الليزر ده خيالني. اوكي يا جماعة الليزر ده مرفوع شوية، خلي بالنا بقى. اوكي كمان مرة اهو، الحمد لله يا جماعة خلصنا، خلصنا من ام الدور ده. اوكي هنا بقى في يا جماعة كولا، هنمشي هنا على العمود ده وننط على القلم ده. اتوقع وما نحاولش نلمس الخطوط السوداء دي. اوكي هنا بقى هنحاول نعدي من مكعبات الليزر او بلاطات الليزر، انا بسميها بلاطات الليزر يا جماعه عشان هي بتبقى عامله شبه البلاط. اوكي احنا هنمشي كده ولا هنمشي كده؟ اتوقع ان احنا هنكمل، ايوه هنكمل. اوكي لو لمسنا دي هنخسر، لا دي تشيك بوينت يا جماعه تقريبا. اوكي لكن السودة دي لو لمسناها ممكن نخسر. اوكي احنا هننط كده، لا هنمشي يا جماعه الناحيه التانية. اوكي هننزل، مهمتنا النزول. اوكي ننزل 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 وننط على الترابيزات. اوكي ايه ده ما ننطش يا جماعة، احنا ننط ننط ننط. الارض ما ينفعش نلمسها، بس صعبة شوية دي يا جماعة صح؟ يلا يلا يلا، والله كنت هقع في اللي قبليها. يلا بقى بس كده، يلا بينا خلاص كده. اوكي نتبع خطوات السهم يا جماعة، نتسلق السلم. لا نزلت تاني، نعيد من اول يا جماعة، احنا اساسا ما عملناش حاجة. اوكي يا جماعة نحاول ما ندوسش على البلاطات الخفية دي عشان هنقع، هنقع ونعيد من اول. تخيلوا اقع هنا، تخيلوا. الحمد لله لا ما وقعتش. اوكي هنلف حوالين البتاع ده، لا في سلم، انا افتكرت هنلف حواليه كله. اوكي هندخل من هنا. اوكي هنلف ازاي؟ هنلف كده عند السلم. يا جماعه الدوخه دي، والله الشرطي دوخنا. اوكي احنا اتوقع ان نحاول ما نلمسش الاسود يا جماعه واحنا بنعدي. اوكي البلاطات السوداء دي ما نلمسهاش عشان
ما نخسرش. اوكي هنطلع فوق، هنطلع فوق بعد كده هنعمل ايه؟ هنقطع على المكعبات دي. اوكي ننط كده وننط كده كمان. اوكي هنطلع على السلم، ايوه هنطلع على السلم هنا، بعد كده هنكمل عادي الباركور. اوكي يلا نحاول ما نلمسش الاسود. اوكي حلو، بعد كده ننط هنا. الحمد لله الحمد لله كنت هقع. اوكي ده اللي كان معايا. اوكي يلا يلا، كنا نمسك في السلم يا جماعة، كنا وفرنا على نفسنا وقت. ايه ده، في ايه؟ لازم انط. اوكي يا جماعة يلا بقى نشوف هنا. لا اوكي هنطلع يا جماعة هنا، وتقريبا كده احنا خلاص هربنا. اوكي هنا عندنا الشرطيين. ايه ده، دي نونان دي ولا ايه دي؟ ده قطع رؤوس يا جماعة، والله ده قطع راس الناس. اوكي يا جماعة والله انا بخاف من المرتفعات، قطع راس الناس يا جماعة، قطع راس واحد اهو وراس التاني في الايد التانية. اوكي خلاص خلصنا الباركور. الله يا جماعة، عندنا هنا حبة جوايز بقى وزبيد بقى يا معلم، وعيش حياتك، وهنا باركورات تانية نبقى نجربها. اوكي بس يا جماعة أهم حاجة خلصنا الباركور ونجحنا نهرب من السجن الملعون ده. اوكي يا جماعة، طبعا يا جماعة لو وقفنا لحد هنا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وقولولي أبقى أهرب من مين المرة الجاية، ويلا سلام.